خلال كلمته أمام القمة العربية، الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر بكل الصدق والإخلاص جميع الجهود الحقيقية لتفعيل الدور العربي. البيان الختامي لقمة جدة يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية ورفض أي تدخل خارجي في الشأن السوداني. ومجموعة السبع تقر حزمة جديدة من العقوبات على روسيا للحد من قدراتها العسكرية في أوكرانيا. التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قمة عربية استثنائية باكتمال أعضائها تلقي على قادة الدول مسؤولية ثقيلة تتعلق بأحلام الشعوب العربية بلم الشمل وإنهاء الأزمات في المنطقة. فقمة جدة تأتي في وقت تزداد فيه الحاجة لاحتواء ما يحدث في السودان واليمن وسوريا وليبيا، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها ضرورة لمستقبل الشعوب ومقدراتها. وفي كلمته خلال أعمال القمة العربية 32 بجدة، شدد الرئيس السيسي على أنه لا يصح أن تظل آمال شعوبنا ورهينة للفوضى وتدخلات الخارجية التي تضر جهود تسوية الأزمات. إخوة الأعزاء، لقد مرت منطقتنا خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية قاسية هددت على نحو غير مسبوق أمن وسلامة شعوبنا العربية، وأثارت في نفوس ملايين العرب القلق الشديد على الحاضر والمستقبل. لقد تأكد لكل ذي بصيرة أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدراتها، فلا يستقيم أبدا أن تظل أمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التي تفاقم من الاضطرابات وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود. كما أكد الرئيس السيسي أن الاعتماد على الجهود المشتركة والقدرات الذاتية والتكامل العربي لصياغة حلول حاسمة للقضايا أصبح واجبا ومسؤولية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن تطبيق مفهوم العمل المشترك يتعين أن يمتد للتعامل مع الأزمات العالمية وتنسيق العمل لإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية. إن الاعتماد على جهودنا المشتركة وقدراتنا الذاتية والتكامل فيما بيننا لصياغة حلول حاسمة لقضايانا أصبح واجبا ومسؤولية. كما أن تطبيق مفهوم العمل العربي المشترك يتعين أن يمتد أيضا للتعامل مع الأزمات العالمية وتنسيق عملنا لإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وفي القلب منها مؤسسات التمويل وبنوك التنمية الدولية التي ينبغي أن تكون أكثر استجابة لتحديات العالم النامي، أخذا في الاعتبار أن حالة الاستقطاب الدولي أصبحت تهدد منظومة العولمة التي كان العالم يحتفي بها وتستدعي للواجهة صراعا لفرض الإيرادات وتكريس المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في جهودها لتثبيت التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة. وحذر الرئيس السيسي من العواقب الوخيمة التي ستترتب على استمرار إدارة الصراع عسكريا وأمنيا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد تابعنا بالحزن والألم تصاعد حدة بعض الأزمات العربية خلال الفترة الماضية، لا سيما ما ينتج عن أعمال التصعيد غير المسؤولة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وآخرها ما شهده قطاع غزة. وبينما تؤكد مصر استمرار جهودها لتثبيت التهدئة، إلا أننا نحذر من أن استمرار إدارة الصراع عسكريا وأمنيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء. ولعله من الملائم أن نعيد اليوم تأكيد تمسكنا
بالخيار الاستراتيجي بتحقيق السلام الشامل والعادل من خلال مبادرة السلام العربية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال الرئيس السيسي أن الأزمة التي اندلعت في السودان الشقيق تنذر في حال عدم التعاون لاحتوائها بصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن استمرار الأزمات في ليبيا واليمن يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك. واشتعلت كذلك أزمة جديدة في السودان الشقيق تنذر إذا لم نتعاون في احتوائها بصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة، كما تستمر الأزمات في ليبيا واليمن، بينما بما يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك لتسوية تلك القضايا على نحو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وفي نفس السياق، فإن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تعد بمثابة التفعيل العملي للدور العربي وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية استنادا إلى المرجعات الدولية للحل وقرار مجلس الأمن رقم 2254. أؤكد أن مصر بما عهدتموه عنها على الدوام ستدعم بكل صدق والإخلاص جميع الجهود الحقيقية لتفعيل الدور العربي إيمانا منها بأن المقاربات العربية المشتركة هي الوسيلة المثلى لمراعاة مصالحنا وتوفير الحماية الجماعية لشعوبنا ودفع مسيرة التنمية خطوات كبيرة للأمام. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية وتجمع ما بين الشعبين الشقيقين. وخلال لقائه في جدة مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة على تولي بلاده رئاسة القمة العربية في دورتها 32، معربا عن تمنيات مصر وثقتها في نجاح السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه رحب الأمير محمد بن سلمان بالرئيس السيسي معربا عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، مشيدا بما تتسم به العلاقات بين البلدين من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، مؤكدا تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بمختلف المجالات. يأتي هذا فيما أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين، ما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين. أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع ما بين مصر وتونس. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بالرئيس التونسي قيس سعيد على هامش مشاركته في القمة العربية بجدة. وخلال لقاء آخر مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، أكد الرئيس السيسي الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وذلك على هامش مشاركة سيادته في القمة العربية بجدة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس أعرب عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، متمنيا كل التوفيق والنجاح لتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب التونسي، ومؤكدا تطلع مصر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي ودعم مصر لكافة الجهود الجارية لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح بتونس.
كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس أكد الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، معربا عن خالص التمنيات بالنجاح في إدارة عمل الحكومة اللبنانية خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخ لبنان. أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددين على رفضهم لأي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل. وأعرب القادة العرب في قرار صدر في ختام أعمال مجلس خامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 32 في جدة برئاسة السعودية، أعربوا عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، وهي الإجراءات التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، وهي تخالف قواعد القانون الدولي واجبات التطبيق، خاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا. كما طالبوا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الاستمرار في ملء وتشغيل السد الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد. اختتمت مساء اليوم أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها 32 التي عقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس القمة إنه تم اعتماد القرارات الصادرة عن القمة وأعلان جدة في ضوء عدم وجود أي ملاحظات من قبل القادة ورؤساء الوفود عليها. نجدد عليكم التحية مشاهدينا، نستكمل هذه الجولة الإخبارية حيث قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القمة العربية 32 حققت المرجو منها، وأن قرار عودة سوريا يعد من أهم قراراتها. وأضاف أبو الغيط في كلمته خلال المؤتمر الصحفي للقمة أن الاجتماعات كانت سلسة وهادئة، مشيرا إلى أن عودة سوريا تحمل رمزية واضحة بأن العرب يريدون أن ينخرطوا وبقوة لحل الأزمة السورية. هذه القمة اتصفت بصفة واضحة للغاية، وهو التوافق اللي قبل القمة وخلال عمليات القمة و في خلاصتها. الاجتماعات كانت اجتماعات سلسة وهادئة، و
لعل الجميع لاحظ أنه القمة ما استغرقتش فترة طويلة في بحث هذه القرارات، ولا الاجتماع الوزاري ولا حتى اجتماعات المندوبين. القمة صدر عنها بعض القرارات الهامة، أهمها في تقديري هو القرار الخاص بعودة سوريا، له رمزية واضحة للغاية. اتصالا بموضوع عودة سوريا، فوضح لي شخصيا أن هناك رغبة وعزم أكيد أن تكون عودة سوريا بداية لانخراط عربي أكثر فاعل. أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوما بإعفاء قائد قوات الدعم السرية محمد حمدان دوكلو من منصب نائب رئيس المجلس، كما عين البرهان مالك عقار في منصب نائب رئيس مجلس السيادة. إلى ذلك أصدر البرهان قرارا بتعيين الفريق أول ركن شمس الدين كباشي نائبا للقائد العام للقوات المسلحة، وتعيين الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة، بالإضافة لتعيين الفريق بحري إبراهيم جابر مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة السودانية. أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بوقوع اشتباكات مع قوات الدعم السريع بوسط العاصمة الخرطوم، وأنها استولت على عدد من الأسلحة والعربات المسلحة. وأشارت القوات المسلحة السودانية لأن مجموعات من قوات الدعم تلقت عددا من الضربات في جنوب الخرطوم ومدرمان وشمال بحرين، نتج عنها تدمير عشرات العربات المسلحة والقتلى من بينهم قادة بارزون. قال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من مليون شخص نزحوا بسبب القتال الدائري في السودان. وقال ماثيو سولت مارش في إفادة صحفية في جنيف إن الرقم يشمل حوالي 843,000 نازح في الداخل. وأضاف سولت مارش بأن أكثر من 250,000 شخص فروا إلى خارج البلاد. In the last couple of days is continued horrendous fighting on the ground, shelling, bombing, and it's extremely important that what was committed to in Jeddah is actually enacted on the ground so that much needed aid can come in. كشفت وزارة الدفاع الروسية عن قيام وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بزيارة تفقدية إلى مقر القوات الروسية في منطقة زابوريجا بأوكرانيا. واستعرض شويغو خلال زيارته الموقف الحالي على خط المواجهة، حيث أصدر تعليماته إلى القائد العام وطاقمه بمواصلة عمليات المخابرات والاستطلاع النشطة بهدف الكشف عن خطط العدو والتصدي لها. كما قام شويغو بتكريم عسكريين من المشاركين في الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا. قال الجيش الأوكراني أن الدفاع الجوي صد هجوما جويا روسيا جديدا، مما أدى إلى تدمير 19 من الطائرات المسيرة والصواريخ من أصل 28 جرى إطلاقها. وذكر المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات التلفزيون الأوكراني إن 3 صواريخ أطلقت من البحر الأسود، أسقطت 16 طائرة مسيرة، وزادت روسيا من عدد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة هذا الشهر، وهو مع تعزو كييف إلى مخاوف موسكو من هجوم مضاد أوكراني متوقع. ولم تعلن السلطات الأوكرانية عن أضرار سواء في البنية التحتية الحيوية أو في المنشآت العسكرية. أكد زعماء دول مجموعة السبع حصول أوكرانيا على الدعم الذي تحتاجه في موازنة العام الجاري وأوائل عام 2024
مع تجديد التزامهم بتزويدها بالدعم المالي والعسكري في العملية العسكرية مع روسيا. وذكر الزعماء في بيان صادر عن قمتهم التي عقدت في مدينة هيروشيما اليابانية إنهم اتخذوا خطوات جديدة لضمان فشل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. قال وزير الخارجية البريطاني إن الأصول الروسية ستبقى مجمدة حتى توافق روسيا على دفع ثمن الضرر الذي تسببت به في أوكرانيا. يأتي هذا في الوقت الذي فرضت فيه بريطانيا مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا. قالت بريطانيا في بيان لها إنها فرضت عقوبات على 86 فردا وكيانا ممن وصفتهم بأنهم أفراد وكيانات مشبوهة يرتبطون بسرقة الحبوب الأوكرانية وإعادة بيعها. وستستهدف العقوبات أيضا شركات شحن الطاقة والأسلحة الروسية الكبرى، بما في ذلك تلك المرتبطة بشركة روس أتوم الروسية للطاقة النووية. قال مسؤول بالبيت الأبيض إن المفاوضين الديمقراطيين أبلغوا الرئيس الأمريكي جو بايدن بإحرازهم تقدما مضطردا في المحادثات مع الجمهوريين التي تهدف لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها. وأوضح مسؤولون أنه تم إبلاغ بايدن بتطورات مفاوضات سقف الدين مع مساعدي رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي خلال وجود الرئيس في اليابان لحضور قمة مجموعة السبعة. هذا ووجه رئيس بايدن فريقه بمواصلة الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بين الحزبين، وأوضح ضرورة حماية البرامج الأساسية الخاصة بالأمريكيين الكادحين وتحقيق تقدم اقتصادي على مدار العامين الماضيين. تعهد مرشح الانتخابات الرئاسية التركية كمال كليتشدار أوغلو بإعادة المهاجرين جميعا لبلادهم بمجرد فوزه في جولة الإعادة يوم 28 من مايو الحالي. وحصل كليتشدار أوغلو مرشح تحالف المعارضة المؤلف من 6 أحزاب على تأييد نحو 45% من الناخبين في الجولة الأولى من انتخابات رئاسة تركيا، بينما حصل أردوغان على 49.5%. وجاءت أحدث تصريحات لكليتشدار أوغلو وسط توقعات بأن يعلن سينان أوغلو الذي حل ثالثا في السباق الرئاسي يعلن قراره بخصوص المرشح الذي سيدعمه في جولة الإعادة. وحصل سينان أوغلو السياسي القومي الذي أيده حزب مناهض للاجئين على تأييد 5.2% من الناخبين الأتراك. تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة. تحت رعاية رئيس الجمهورية تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. ثمان وعشرون سلسلة تجارية بإجمالي 1211 فرعاً على مستوى الجمهورية تشارك في هذه المرحلة من المبادرة وسط إقبال كبير من المواطنين على الاستفادة من التخفيضات ومن الجودة العالية للسلع المعروضة. كل الفرع الاستراتيجية هي متوفرة لكل الناس،
بكل أنواعها، سواء رز، زيت، سكر، أي منتج هو متوفر بأسعار مناسبة. ده تعاون مشترك وده دور علينا كلنا إحنا كسلاسل تجارية وكموردين وكحكومة طبعاً، إن هي بدرت بالمبادرة دي إن إحنا كلنا نساعد المواطن بمنتجات جودتها كويسة وأسعارها في متناول الجميع. كل السلع الاستراتيجية موجودة وبوفرة، الرز والسكر والمكرونة والزيوت وكل الأنواع دي، كل الحاجات دي متوفرة معنا وبكثرة وبكمياتها، وإحنا بنحب نطمن المواطن. الأسعار تنافسية وأسعار كويسة جداً. بسوق في المكان لقيت المكان كويس جداً وعجبني فيه أكتر حاجة إن مبادرة كلنا واحد، دي حاجة جميلة. فوجئت إن الأسعار مناسبة جداً جداً ليا، والأسعار غير ما أنا بشوفها كمان برة، وبتمنى إن الأسعار دي تعمم على مستوى كل المتاجر اللي في مصر كلها. مبادرة حلوة جداً، وبشكر سيادة الرئيس السيسي على المبادرة دي، بجد بتساعد ناس كتير وأسعارها حلوة قوي. بشكر الرئيس طبعا جدا على المبادرة، ونتمنى ان هو طبعا يعملها دايما على طول المبادرة دي. هي مبادرة ناجحة جدا، وبصراحة انا ما بجيبش الا منها. كما حرصت الوزارة على إقامة 4 معارض رئيسية تتوفر فيها كافة انواع السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. دخلت النهاردة لقيت كل حاجة متوفرة وأسعار في متناول الجميع، كل حاجة موجودة بالنسبة للمبادرة بتاعت الرئيس. وبعدين ده مش موجودة هنا بس، ده موجودة في جميع السلاسل. أنا بشكر الرئيس طبعاً على وقفته معانا وعلى المبادرة، وموفر لنا كل السلع وبأسعار مناسبة لينا جداً. وحابة أشكر وزارة الداخلية على وقفتها المهتمية بكل حاجة متوفرة في الأماكن، سواء في السوبر ماركت او اي مكان. شايفه في فرق بين الاسعار ما بين المبادره وهي موجوده، والاسعار ما بين المبادره وهي مش موجوده. في فرق بين السعر ده والسعر ده، ودي حاجه احنا بنتمنى تبقى موجوده على طول علشان تبقى في متناول الايد لينا. حاجات بصراحه على طول اللي انا محتاجاها بتاعت البيت موجوده في السوبر ماركت وباسعار كويسه، وده طبعا نتيجه برضو المبادره اللي الرئيس عاملها، والواحد يعني يتمنى انها تطول معانا اطول فتره ممكنه. هذا في الوقت الذي تواصل فيه منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مشاركتها في المبادرة من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية. وتأتي مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 23 امتداداً لمراحل المبادرة السابقة، والتي تهدف وزارة الداخلية من ورائها إلى المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على أسعار السلع. لو تحتاجينا بتلاقينا دايماً هنا شرطة وشعب. عن حالة الطقس مشاهدينا، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل على باقي الأنحاء. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع. We'll be right back.
بتوقعات خبراء الطقس مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية. لم يتبقى فيها إلا تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. خلال كلمته أمام القمة العربية، الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر بكل الصدق والإخلاص جميع الجهود الحقيقية لتفعيل الدور العربي. البيان الختامي لقمة جدة يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية ورفض أي تدخل خارجي في الشأن السوداني. مجموعة السبعة تقر حزمة جديدة من العقوبات على روسيا للحد من قدراتها العسكرية في أوكرانيا.